بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الحج في القرآن، الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات الكرام، حجاج بيت الله الحرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة التاسعة من برنامجكم الحج في القرآن، الذي نتفيأ وإياكم فيه ظلال آيات الكتاب العزيز. يتولى ضيفنا حفظه الله تفسيرها وبيانها وبيان ما اشتملت عليه. مرحبين باسمكم وباسم كافة فريق العمل بضيفنا ومضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم، يعني بينا له مكان البيت، وكان منطمرا في الأول بسبب الطوفان الذي حصل على الأرض، فالله بين لإبراهيم مكانه ليبنيه للناس. بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني الكعبة، ثم قال: ألا تشرك بي شيئا. فهذا البيت بيت التوحيد، مؤسس على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، فلا يجوز أن يشرك حوله وأن يدعى غير الله سبحانه وتعالى ويعبد غير الله، لأنه بيت الله، فلا يكون حوله إلا عبادة الله وحده لا شريك له بأنواع العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يحج الرسول أرسل علي بن أبي طالب ينادي في الناس في السنة التاسعة، في حج السنة التاسعة، ينادي في الناس في الموسم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فنزه الله بيته عن العراة وعن المشركين، وصار خالصا لتوحيد الله عز وجل، لا يحجه إلا أهل التوحيد وأهل عبادة الله عز وجل، لأنه بيت الله عز وجل. لا تشرك بي شيئا، وقوله شيئا يعم كل شيء، سواء من الملائكة أو من الأنبياء والرسل أو من الأولياء والصالحين أو من الأشجار والأحجار، كل شيء لا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل. لا تشرك بي شيئا. ثم قال: وطهر بيتي. طهره يعني نزهه من الشرك والمشركين ومن الأنجاس والأقذار ومن البدع والمحدثات. طهر بيتي للطائفين، فرغه لهم الذين يطوفون حوله، وبدأ بهم، لأن الطواف خاص بالبيت، فلا يطاف على بنية أو على ضريح أو على مقام مقامات الأولياء في سائر الأرض، هذا طواف لغير الله عز وجل، وهو عبادة لغير الله، إنما عبادة الله بالطواف حول بيته الكعبة المشرفة للطائفين والقائمين، يعني المصلين. وعبر عن الصلاة بالقيام، لأن القيام هو أشرف أركانها، والركع للطائفين والقائمين، والركع السجود، نعم، يعني المصلين، نعم. ثم قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك. وأذن في الناس بالحج، الأذان هو الإعلام، أي يدعوهم إلى الحج. لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال الله له: أذن في الناس، يعني أعلمهم بالحج. قال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فصعد إبراهيم عليه السلام جبل الصفا وقال: أيها الناس، حج، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأجابه كل من يحج هذا البيت إلى قيام الساعة، كل من جاء
يحج هذا البيت أو يعتمر فإنه مجيب لأذان إبراهيم ودعائه لهم، لبيك اللهم لبيك. يأتوك رجالا يعني ماشين على أقدامهم وعلى كل ضامر يعني راكبين على الإبل من طول المسافة، من كل فج من فجود من أفجاج الأرض من المشرق والمغرب والشمال والجنوب ومن كل جهة طول ملبين لبيك اللهم لبيك، إجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق يعني بعيد من أقطار الأرض من وراء البحار من وراء المحيطات، يأتون بشوق ولهف ورغبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم حول هذا البيت، فيه منافع كثيرة لم يحددها الله سبحانه وتعالى، منافع الدنيا والآخرة، ولكن الناس كل يأخذ من هذه المنافع بقدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، لأن الحج إنما شرع الحج والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لأجل ذكر الله، فالحج كله بشعائره وبجميع أعماله وكذلك العمرة كله ذكر لله سبحانه وتعالى بالقول وبالفعل، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات قالوا هي العشر، عشر ذي الحجة بالتكبير والعبادة، ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة أفضل الأيام، وفيها يوم النحر وهو العاشر، فيه مناسك الحج تؤدى فيه مناسك الحج بالنسبة للحجاج، ويصلي المسلمون صلاة العيد من غير الحجاج، يصلون صلاة العيد ويذبحون الأضاحي، يذكر اسم الله في أيام معلومات. وأما الأيام المعدودات اذكروا الله في أيام معدودات فهي أيام التشريق، فيها رمي الجمار وفيها نحر الهدي وفيها الإقامة والمبيت في منى، كل هذا ذكر لله سبحانه وتعالى في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني يهدونها ويذبحونها عند في الحرم ويأكلون ويتصدقون من لحومها، فأطعموا فكلوا منها وأطعموا البائس، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني فالمشروع في الهدايا أن يأكل منها المهدي هو ورفاقه وأن يأكل منها الفقراء، فهي مشتركة، هذا المقصود من ذبح الهدي بعد التقرب إلى الله سبحانه، فإنه ينتفع بلحومها ولا تهدر أو تضيع، فأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفذهم يعني يتحللوا من إحرامهم ويزيلوا الأوساخ والعرق الذي كان عليهم، وليوفوا نذورهم إذا كان عليهم نذور، من نذر صلاة أو نذر طوافا أو نذر طاعة من طاعات الله في أن يؤديها في هذا المكان فليؤديها، لأن هذا المكان مكان عبادة، وليوفوا نذورهم. ثم قال وليطوفوا، يعني هذا فيه الطواف، طواف التطوع أو طواف عمرة أو طواف حج، والطواف بالبيت عبادة لله سبحانه وتعالى، بالبيت العتيق، قيل معنى العتيق القديم لأنه أول بيت وضع للناس، وقيل العتيق الذي اعتقه الله من الجبابرة فلم يتمكن أحد من إزالته وهدمه، حفظه الله سبحانه وتعالى. نعم، الحمد لله، صلى الله عليكم معالي الشيخ. لعل هنا معنى في اشتملت عليه هذه الأيام المعلومات بأن يعم الثواب والخير والأجر وتدرك الفضائل
في هذا الموسم العظيم موسم الحج للحاج وغيره. كيف لا شك أن الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة هذه لكل الناس للحجاج وغيرهم، يستعملونها في طاعة الله وعبادة الله، بالصيام بالتكبير ولذلك يشرع التكبير فيها، يشرع التكبير في عشر ذي الحجة. نعم أحسن الله لكل الناس. نعم أحسن الله إليكم. كذلك اشتملت الآيات على عمل من أقرب القربات في الحرم وفي غيره وهو إطعام الطعام. لا هذا خاص بلحوم الهدي في أيام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام اللي هي الهدي، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لكن معنى فضل الإطعام في أم القرى وفي المشاعر وفي الحج وفي غيره كذلك، هذا من أدلة أخرى لكن من هذه الآية هذه خاصة بالهدي. نعم أحسن الله إليكم. بهذا نختم هذه الحلقة التاسعة من برنامجكم الحج في القرآن، شاكرين ومقدرين لضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا البيان. نلتقي إن شاء الله وإياكم في الحلقة القادمة. هذا يزيد الرئيس، ترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.